السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سنتعرض كيف نحدد منطقة العين والمنطقة التي يتم ارتداء نظارة العين في الصورة. في بعض الصور بنجد أن هناك العين المجردة أو شخص يرتدي نظارة رؤية في الصورة. هل يمكن تحديد هذه العين والصورة التي والنظارة التي يرتديها؟ الإجابة نعم. أولا نبدأ بإنزال مكتبة Open CV اللي من خلالها بنقوم بمهمة تحديد العين والنظارة. بتفتح تيرمينال، نفذ التيرمينال وبتكتب الأمر pip install Open CV داش بايثون وتضغط مفتاح الادخال انتر، يبدا في تنزيل المكتبه. لكن انا سبق ان نزلت مكتبه اوبن سي في فلا داعي لانزالها مره اخرى. ونبدا قبل بدايه الكود نبدا نحمل المكتبه التاليه. المكتبه اللي من خلالها بنحدد العين التي ترتدي نظاره. المكتبه اسمها هار كاسكيد داش اي داش 3 داش اي جلاسز. ساضع لك رابط هذه المكتبة في وصف الفيديو حتى يمكن تنزيلها. من خلال الرابط يمكن عمل كليك يمين ثم كوبي، وبعدها بتفتح مستعرض الانترنت وليكن جوجل كروم او فايرفوكس او مايكروسوفت ايدج. تضغط كليك يمين هنا وبتختار بيست اند جو. يتم فتح الملف هنا رو، كليك يمين وتختار سي في اس، وبعدها بتختار المكان المتواجد به البروجكت، البايثون بروجكت الخاص بك. بتجد الاسم هنا جاهز، لا تغير من هذا الاسم، اتركه كما هو. وتجد نوع الملف اكس ام ال، اضغط سيف فقط. يتم حفظ الملف هنا بداخل المشروع. هنا الملف نزل اسمه هار كاسكيد اي 3 اي جلاسز داخل فولدر المشروع او مجلد المشروع. بعد ما يتم انزاله وضعت هنا صور على سبيل المثال ورقمت الصور 1 2 3 لاشخاص بترتدي النظارات في الصور واشخاص لا ترتدي النظارات. وهنا في الصورة الاخيرة اشخاص ترتدي نظارات فاتحة وشخص يرتدي نظارة غامقة. هل يمكن تحديد النظارات بكافة انواعها؟ ده اللي هنشوفه ان شاء الله في الكود. بنفتح محرر الاكواد بايثون شارم اديتور ونبدا في كتابه الكود. في السطر الاول نبدا في استيراد مكتبه سي في 2 اللي كمبيوتر فيجن اللي من خلالها ان شاء الله هنعمل تحديد للاي جلاسز. وبنفتح هنا متغير في السطر 2 متغير اسمه ايمج يقرأ الصورة. فمثلا بحدد الصورة رقم 3 أو 4 أو 1 كيفما أشاء. بعد كده في السطر اللي بعده بعمل هنا بفتح متغير اسمه كلاسيفاير، بستخدم الكاسكيد كلاسيفاير الموديل ده اللي هو موجود في الكمبيوتر فيجن 2 اللي أنا سابق استوردتها في السطر رقم 1. وبعدين بفتح المكتبه اللي انا سبق نزلتها هار كاسكيد اي 3 اي جلاسز، وده ملف اكس ام ال مهمته ان هو يحدد العين التي ترتدي نظاره او العين العاديه. في السطر الرابع بفتح متغير جديد اسمه بوكسز وبستخدم الكلاسيفاير اللي هو المتغير اللي انا استخدمته او انا عملت له كرييتنج في اللاين 3. وبعمل ديتكت المالتي سكيل للايمج، بعمل تحديد متعدد المستويات للصورة، يعني ممكن الصورة يكون فيها منطقة العين كبيرة أو صغيرة، هو بيلتقط منطقة العين أو منطقة النظارة الرؤية، نظارة الرؤية اللي بيرتديها الشخص مهما كان مستوى عرضها على الصورة كبيرة أم صغيرة. في السطر الخامس بنكون هنا أو بنعمل كرييتنج لحلقة تكرارية لبوكسز. بوكسز ده عبارة عن كوليكشن، مجموعة. فبعمل حلقة تكرارية داخل هذه المجموعة او المصفوفة، لان طبعا ممكن يكون عندها اكثر من بوكس في الصورة، بوكس او 2 أو 3 أو 4. في الغالب بيبقى عندنا 2 بوكس للعين اليمنى والعين اليسرى، وممكن يبقوا 3 أو 4 لان هناك احيانا داخل الصورة
مناطق تتشابه مع منطقة العين، فيمكن أن نجد أكثر من 2 بوكسز على الصورة. بنكون هنا حلقة تكرارية اسمها بوكس، كون هنا متغير داخل الحلقة التكرارية اسمه بوكس. المتغير اللي داخل الحلقة التكرارية ده هياخد من البوكسز الكوليكشن اللي عندي او الماتريكس اللي عندي موجودة هنا، هياخد منها بعض الخصائص، هياخد منها خاصية خاصية. بعد كده بنفتح متغير اكس وواي وويتس وهايت، هياخد من المتغير بوكس هياخد منه 4 قيم اللي هي وضع العين او النظارة، بدايتها على الاحداثي العمودي وبدايتها على الاحداثي الافقي، وبعدين يجيب العرض الخاص بهذه المنطقة والارتفاع الخاص بهذه المنطقة. بعد كده هياخد نعمل متغيرين، المتغير X2Y2، وده طبعا هيمثل نقطة النهاية بالنسبة لآخر المنطقة اللي هتقع فيها العين أو النظارة إن شاء الله، وهنرسم عليها مستطيلات. يبقى احنا هنفهم إن شاء الله إن منطقة البداية بالنسبة للصندوق اللي هيكون محدد للعين أو محدد للنظارة هيبدأ بـ XY، اما منطقة النهاية الاند بوينت فهتكون عند X2Y2. في السطر الثامن بنرسم المستطيل على الصورة اللي سبق ان انا استخدمتها هنا، وبنقول ان الريكتانجل ده هيكون بدايتك من XY اللي هي منطقة المنطقة العمودية والمنطقة الافقية، والاند بوينت الخاص بك لنقطة النهاية هتكون عند X2Y2. هذه الأقواس فبنستخدمها لتحديد اللون على الصورة. فيمكن هنا أن تغير الأرقام من 0 ل 255، يعني ممكن تجعل هذا الرقم 255 وتجعل باقي الأرقام 0، أو حسب الخلطة اللونية التي تريدها فممكن أن تغير من الـ3 خانات المعروضة وتغير من اللون الخط المعروض اللي بحدد منطقة العين أو النظارة. عندي هنا في آخر في الآخر هنا رقم ممكن اغيره اللي هو 5 1 2 3 4 5، اي رقم عايزه بحيث ان هو يحدد لي سمك الخط المرسوم على العين الخاص بالمستطيل المرسوم على العين او النظر. في السطر التاسع هنا بعرض الصورة وبتكون وضع بتكون لها عنوان هنا glasses detection، وبستخدم متغير الصورة داخل البارامتر 2 في الام شو. نيجي في اللاين 10 هنا بننتظر كيستروك ضرب مفتاح من الكيبورد من لوحة المفاتيح لكي ينتقل لللاين 11. في اللاين 11 هو هنا بيعمل ديستروي للويندوز، يعني بيغلق كل النوافذ المفتوحة الخاصة بالصورة. نبدأ التنفيذ، ونبدأ تنفيذ مثلا على الصورة رقم 1، نشوف ايه اللي هيحصل. عرض هنا صورة الشخص وحدد منطقة العين والنظارة. طيب نعرض الصورة رقم 2، هنا قدر يحدد منطقة العين وأيضا النظارة. طيب الـ3، الصورة الثالثة هنا قدر يحدد منطقة العين من خلف النظارة. طيب نشوف الصورة رقم 4، طبعا هذا الشخص لا يرتدي نظارة وقدر يحدد العين. طيب في الصورة الـ5 شخص ايضا لا يرتدي جلاسز نظارة، قدر يحدد هنا منطقة العين. طيب الشخص الموجود في الصورة رقم 6 قدر ايضا يحدد العين، وهو الشخص ده لا يرتدي نظارة. نشوف بقى الصورة رقم 7 اللي هيحصل. في الصورة رقم 7 هنا اللي حصل انه قدر يحدد هنا شخص بيرتدي نظارة في الصورة الوسطى، فاستطاع انه يحدد العين من خلفها. الصورة اللي على اليمين هو يرتدي نظارة غامقة لكن لم يستطيع تحديد العين من خلفها، فهنا لم يستطع تحديد منطقة العين ولا النظارة. أما هنا بيقدر يحدد المنطقة اليمنى، العين رسمت العين، لكن المنطقة اليسرى ما قدرش يحددها. وطبعا لسه في عندنا مكتبات بتحدد منطقة العين اليمنى واليسرى أيضا
لكن انا هنا بحدد العين اللي خلف النظارة، رسمة النظارة. دي ملاحظات ناخد بالنا منها في تحديد الاي جلاسز، اللي هي العين من خلف النظارة، سواء الشخص يرتديها ام لا يرتديها. طبعا هناك في المكتبات الـ XML دي عبارة عن خوارزميات كتيرة، من خلالها بنحدد منطقة العين على جميع المستويات، فممكن أن تحدث دقة في التصويب وتحديد العين، وأحيانا لا يحدث هذا، وده بنعالجه أيضا ببعض الخوارزميات الأخرى اللي من خلالها بنحدد منطقة الوجه، ومن خلالها بنحدد تناسب العين مع الوجه مع الأنف مع الفم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.